المراكز الصحية الموجودة بالساحل الأيسر حاليا 18 مركز صحي رئيسي إضافة إلى 6 مراكز صحية فرعية، بالطبع ناحية بعشيق أيضا تابعة للقطاعنا. عدد نفوس الرقعة الجغرافية للقطاع 1,100,000 نسمة. عدد المراجعين الشهري بحدود 200,000 مراجع شهريا يراجع مراكزنا الصحية. نقدم كافة الخدمات من فحوصات مختبرية، فحوصات سونار، تخطيط قلب، تحصين ورعاية وقاية ضد الأمراض الانتقالية والأمراض غير الانتقالية. طيب، هنالك رفض هذه القطاعات أو المراكز الصحية بالأدوية؟ والله إحنا القطاع يقوم بعملية شراء الأدوية من الأسواق المحلية، إضافة إلى استلام التجهيزات والأدوية من قسم الصيدلة من دائرة الصحة نينوى، وحسب المتوفر من تخصيص مالي للقطاع. هناك تخصيصات مالية للمراكز؟ بالطبع يوجد تخصيص مالي لشراء الأدوية للقطاع، وإحنا تقريبا إحنا العام اشترينا مبالغ يعني بحدود 500 مليون دينار اشترينا قبل القطاع من أدوية خلال عام 2022. احنا قطاع الايمن مركز صحي باب البيض، نستقبل كل المراجعين والشعب الموجوده كلها فاتحه وشغاله الحمد لله والشكر، والحالات تجي الشعب. والله المختبر مهم، اللقاحات التحصين مهم، الفيروسات مهم، الاطباء موجودين متواجدين، وهل موجود اطباء اسنان موجودين عندنا، ولقاحات موجوده متوفره بجميع انواعها، والشغل ان شاء الله ماشي الحمد لله. الامراض اللي تستقبلونها يعني مثلا المراجعين، يعني اهم الامراض اللي اصابتهم خلال الشتاء هسه حاليا الانفلونزا شويه منتشره والعالم تجي بخصوص هذا الموضوع. احنا كوحده فيروسات بالقطاع الايمن نشتغل على فيروسات نقص المناعه المكتسبه للاتش اي في، وفيروسات التهاب الكبد الفيروسي نوع بي ونوع سي. الحمد لله والشكر كل التجهيزات عندنا كامله، ودنا نشتغل وفق الدعم اللي يجينا من رئاسه صحتنا نينوى. نقوم احنا بعمليه تشخيص شلون اقول لك الفيروسات او الاصابات الموجوده عند الموظف في سبيل نسهل عمل الطبيب من خلال ايجاد العلاج المناسب لكل مريض. احنا كوحده فيروسات نشتغل فقط فيروسات، اكو عندنا وحده المختبر المجاور لنا يشتغلون جميع الفحوصات الاخرى، اللي مثلا عندك فحص الجينوال يورين اكزامينيشن اللي هو فحص الادرار وفحص الدهون، وعندك فحوصات الكيمياء الاخرى اللي هي وظائف الكلى، فحص السكري ايضا. فالحمد لله والشكر يعني تعرف وحده المختبر بكل مركز صحي وبكل مستشفى هي جدا جدا مهمه. هسه الانفلونزا الموسميه كلش يعني منتشره وبالاطفال موجوده وبكثره. النصائح المهمه اللي لازم نقدمها للام انه لازم تعرف انه الانفلونزا هي عباره عن التهاب فيروسي، وهذا الفيروس يعني ما يحتاج انه تنطي مضادات حيويه. بالنسبه للاطفال اللي يروحون على المدرسه المفروض تعرف الام ويعني تنصح الطفل بانه هو هذا مرض فيروسي وهذا ممكن انه يعدي باقي الاطفال اللي موجودين بالصف. فالام ان تعرف انه طفله مصاب بالانفلونزا الافضل انه اما يعني تعلموا اشنو هي وسائل الحمايه او الوقايه، انه الطفل لازم اول شيء من يعطس من هذا يستعمل مثلا كلينس او يستعمل منديل نظيف ما حتى لا يعدي باقي الأطفال اللي بالبيت. الأفضل أنه تبقيه بالبيت إلى أنه يطيب من الإنفلونزا حتى لا يعدي باقي الأطفال وينتشر المرض.